خليني اخد معايا على التليفون سياده النائب عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ طبعا وعضو مجلس امناء الحوار. سياده النائب اهلا بيك ومنورنا كمجره العاده. اهلا بيك استاذ يوسف، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين. يمكن انا كنت بتكلم دلوقتي حالا مع سياده المستشار محمود فوزي وقال لي انه تم عرض مهمه مقرر لاحدى اللجان على ضياء داوود، وضياء قال انا مش عاوز ابقى مقرر، انا عاوز افضل محاور وامام اكثر من لجنه. وهنا هيخليني اسال سياده النائب انه ومن غير ضياء، لان احنا بنتكلم دايما على ضروره مشاركه المعارضه جوه هذا الحوار ومشاركه المعارضه. انا سمعت انه ايضا دكتور زياد بهاء الدين، سمعت صديقنا احمد فوزي، سمعت. نعم، اولا تحياتي لكم وكل الساده المشاهدين. المستشار محمود فوزي تقريبا يعني قال معظم الحاجات الدسمه، لكن سيجتهد قليلا حتى يعني اوضح الصوره من وجهه نظر. ونحن نتحدث في الاسماء، يعني احد الاسماء اللي جت على طول ايضا في الذهن فيما يتعلق بالمحور الاقتصاد، المقرر عام المحور الاقتصاد ايضا البعض تحدث عن زياد بهاء الدين. وقيل انه جرى الاتصال بالفعل قبل ذلك، احد الزملاء كان يدردش مع الدكتور زياد وقال له انني نظرا لارتباطات تنظيميه وربما سفر خارج او داخل مصر قد لا اتمكن من ان اقوم بمهمه المقرر كما ينبغي، وبالتالي يعني افضل ان اكون متحدثا وبرضو ان نكتب زياد بهاء الدين هذه القامه الاقتصاديه الكبيره في الحوار الوطني متحدثا. هذا شيء جيد جدا، وهذا الامر ينطبق على كثيرين ايضا. طبعا في المحور الاقتصادي الدكتور احمد جلال قامه كبيره جدا، وهو يعني رجل يعني يكتب وتولى منصب وزير الماليه. النقطة الجوهرية يا أخي يوسف أنه الكتيب الذي تم توزيعه من قبل المستشار محمود فوزي بالناس اللي هي أنت عارف حضرتك أن القوى الوطنية والحركة المدنية والأحزاب والهيئات والمؤسسات كل شارك باقتراحات أسماء. في بعض الناس شاركوا أنهم طلبوا الحديث، وفي ناس رشحوا من قبل هيئات أخرى. عايز أقول حضرتك من ضمن الذين رشحوا، ولن أذيع لك سابقا أيضا أو معرفش حد قال ولا لا، هناك بعض الزملاء الذين خرجوا من كانوا في الحبس وفي السجون قبل 3 أو 4 أسابيع أسمائهم مطروحة كانت للمشاركة في الحوار. ممكن بين قوسين، ممكن بين قوسين تقول لي زي مين؟ خالد داوود كان اسمه مطروحا على سبيل المثال. حلو. حسام مؤنس هايل اسمه كان مكتوبا، هايل خد بال حضرتك. فدي ده معناه الامانه العامه يعني منفتحه، او الامانه العامه التي ومجلس الامناء منفتح على كل شخص مصري وطني يؤمن بالقانون وبالدستور ما عدا الارهابيين والمتطرفين والرافضين للدستور. اي حد يعني فيما عدا ذلك هو مرشح محتمل سواء لان يكون مقررا او مقررا مساعدا او متحدثا في جلسات مع او ضد او كخبير. عدد الاسماء في اسماء ضخمه جدا، الدكتور عمرو الشبكي كان اسمه مطروح. كويس قوي. فعدد كبير جدا. النقطه الجوهريه اسماء مطروحه الدكتور. اسماء مطروحه كمقرر ومقرر مساعد ولا ومتحدثين يعني المحاورين موجود فيه الاسماء. الكتيب فيه الاسماء، عليك ان تختار. مجلس الامناء كان سيد قراره بالفعل، بمعنى انه يستطيع ان يختار من بين هذه الاسماء او يستحدث اسماء يراها كما هو، يعني بمعنى انه اسماء مش موجوده في هذه الترشيحات، من حقك ان تطرح الاسم. وكمان ايضا الزميله والصديقه العزيزه سلمى حسين والصديقه العزيز والجمال، كل هذه اسماء موجوده ايضا كانت في الكتيب. واسماء كثيره اخرى انا يعني للاسف الشديد ليست كل الاسماء حاضره في ذهني، لكن كل ما تتخيله من اسماء في مصر طرح اسمه من قبل المشاركين واعضاء مجلس الامناء او المرشحين او المقترحين. طب ده كويس جدا، يعني انا كده اقدر اقول انه زياد بهاء الدين مرشحا، ضياء داوود مرشحا، احمد فوزي مرشحا، كل محمود محي الدين بس، لكن ايضا كان اسمه مطروحا بطبيعه الحال وهو خامه كبيره، لكن طبعا قيل ايضا انه سيكون مشغولا سواء في منصبه الدولي في صندوق النقد الدولي او في المشاركه في مؤتمر المناخ.
وهو قامه كبيره. النقطه المهمه انه عمرو حمزاوي طبعا احد المتحدثين في المؤتمر صحيح او في الجلسات الخاصه صحيح. كل النقطه لم يكن هناك فيتو على شخص، لم يكن هناك فيتو على اي اتجاه او توجه. النقطه الجوهريه هي المعايير، بمعنى انك حينما تختار مقررا ومقررا مساعدا ضروره ان يكون هناك تناغم، ضروره طبعا. ان يكون هناك مثلا من ضمن الحاجات التمثيل الجيلي، اذا اخترت شخصا كبيرا في السن فالافضل ان يكون معه شخص اصغر سنا وهكذا. وبالتالي لم يكن هناك استبعاد، هذه نقطه مهمه جدا. وانا وهذا ويمكنك ان تسال كل الاخوه الافاضل اللي موجودين في مجلس الامناء، كان هناك نقاش حقيقي وجاد حول كيف يمكن ان يكون هناك تناغم بين الشخصين المقرر والمقرر المساعد حتى ياتي التمثيل والمشاركه جيده ومعبره ولا يكون هناك تنافر او تصارع. طب ده كلام محترم جدا جدا جدا، انعكس انما يعكس انه هو في انفتاح كامل على المعارضه المصريه من اقصاها او حتى اقصاها يعني. هذه نقطة مهمة، وفي المقابل أيضا وجب توجيه الشكر لكل أعضاء مجلس القوى الوطني، خصوصا المحسوبين بوضوح على المعارضة، خصوصا حركة المدينة الديمقراطية، أعلى قدر من المسؤولية، أعلى قدر من الوضوح، نقاشات جادة موضوعية، الهدف الأساسي منها أن الناس توصل إلى توافق، أكبر قدر من التوافق. هايل جدا استاذ عماد، انا اشكرك جدا على وقتك وشكرا جدا على هذه الانفرادات. كل الشكر للاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس امناء الحوار الوطني.